أسطول النقل المدرسي بعمالة المحمدية يتعزز بحافلتين جديدتين تم اقتناؤهما لفائدة ساكنة جماعة بن يخلف. الخطوة تأتي تفعيلاً لبرامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. مهمة تسيير هاتين الحافلتين أوكلت لجمعية الإشعاع للتربية والتعليم. الحاجة الوحيدة اللي نقدروا نقولوا دابا احنا كنشكروا وطامعين في المزيد، لأن لحد الساعة وصلنا 700 مستفيد، علما أن الاستفادة هي بالمجان. 700 مستفيد باش غادي يكون الأسطول ديال النقل فيه غير 6 الحافلات شوية قاصحة ديال الفياج الأول والثاني والثالث. و إيبوي مثلا احنا داخلين الموسم الشتاء، الصباح يعني الضو كيتعطل باش الدري يخرج من دارهم مع 6 الصباح على أس أنه ولا 6 ونص باش تهزو مع 7 قاصحة. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية رصدت دعما ماليا قدره 700,000 درهم لاقتناء هاتين الحافلتين اللتين سيستفيد من خدماتهما أزيد من 200 تلميذة وتلميذ، خاصة أولئك القاطنين بالدواوير التابعة لتراب جماعة بن يخلف.